النشرة الجوية من قناة شروق. نرحب بكم مشاهدينا. عموما الوضعية الجوية لهي تسود بلادنا، راهي مستقرها درجة إلى مرتفع جوي، راهي يمتد من الجنوب حتى أوروبا الوسطى. أحوال الطقس المرتقبة لظاهرة اليوم إن شاء الله. عموما الأجواء صافية مشمسة ومستقرة على معظم المناطق نتاع بلادنا، ما عدا عبور بعض السحب راح تهم منطقة الواحات باتجاه الصحراء الوسطى. هاد السحب تقدر تعطينا بعض القطارات المتفرقة من حين لآخر حسب مصلحة الأرصاد الجوية. سرعة الرياح تقدر تمتد حتى 40 كيلومتر في الساعة نسبيا، تعمل على تطاير الرمال على الصحراء الوسطى باتجاه أقصى الجنوب نتاع بلادنا، والحذر مطلوب لأن الرؤية راح تكون غير واضحة. درجات الحرارة القصوى إن شاء الله نرتقب مقياس 24 درجة، راح يهم كل من أعالي ماغوريا ببجاية، زيامة منصورية بجيجل، السرايد بعنبة، القالة وسكيدة. 25 درجة على كل من العاصمة شرشات، سيبازا تقدر تتعداها بدرجة أو بأخرى على كل من دلس وبومرداس. 25 درجة كذلك على كل من وهران، مستغانم، أرزي وتنس وبنيساب. نفس المقياس راح يهم إن شاء الله غيريزان، الشلف، عين دفلة، تحديدا بمنطقة مليانة ترتفع بدرجة واحدة على كل من الأطلس البليدي، المدية تحديدا بجبل بنشيكا وحتى على البويرة وتيزي وزو. 22 درجة على كل من قسنطينة، أم البواقي، قالما، ميلا تحديدا بمنطقة شلغم العيد تنخفض بدرجة واحدة على خنشلة، باتنا، باريكا، سطيف، تيارت، الجلفة، المسيلة، وترتفع ل 26 درجة على كل من مشرية، عين صفرا، البيض وسعيدة. بالنسبة للمناطق الجنوبية نرتقب مقياس 26 درجة، راح يهم منطقة الواحات وحتى على منطقة ثورة ككل من بسكرة ولاد جلال تحديدا، وحتى على منطقة البيضة بواد سوف، تقر، تلوات، حاسم سعود وحسر مل، حتى ببني ونيف وإقلي والعبادلة ببشار. تنخفض بدرجة واحدة على بني عباس والتاب البالا. نفس المقياس على كل من شمال الصحراء كمنطقة بني يزقن وبنورا بغردايا، زلفانة، المنيعة وبريان. نرتقب مقياس 29 درجة، راح يهم غار جبيلات وحاسم ونير بتندوف. نفس المقياس راح يهم منطقة عين صالح وحتى على عين الحجاج، تيني الكوك، تابر قوز وكرزاز. 28 درجة على أدرا تحديدا بمنطقة توات وأولف. نفس المقياس على إليزي، إناميناس، برج الحواس وتيغنتورين، حتى على جانت. 26 درجة على الأسكران بتمن راسات، وكأعلى مقياس تحت الدل راح يمتد من 36 حتى 37 درجة، راح يهم برج باجي مختار، عين قزام، عين أزوات، تنياوين وتنزواتين. للملاحة والصيد البحري، البحر راح يكون إن شاء الله من جميل إلى قليل الاضطراب على طول الساحل نتاع بلادنا، وفق رياح من مختلفة إلى الشمالية الشرقية، سرعتها تقدر تمتد حتى 15 كيلومتر في الساعة من مرسى بن هيدي حتى لتنس، ومن شرق تنس حتى لدلس عبورا على العاصمة، ومن شرق دلس حتى القالة عبورا على بجاية وعنبة تقدر تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. رؤية راح تكون في الصباح إن شاء الله غير واضحة وضائلة بسبب الضباب، تتحسن مع شروق الشمس ومع الظاهرة، ارتفاع الموجة من ضعيف إلى 1 متر واتجاهها الشمالي شرقي. نختم نشرتنا الجوية بالمعلومات الفلكية التي تخص العاصمة وضواحيها. تبقى المواقع الإلكترونية دائما في الخدمة لمزيد من الاستفسارات حول أحوال الطقس والبيئة. الغروب إن شاء الله راح يكون على 55 دقيقة بالنسبة ليوم الثلاثاء إلى حين الله الفاتح من نوفمبر 2016، والمصادف لذكرى الثورة الجزائرية. بهذه المناسبة نتمنى الاستقرار والأمان لبلدنا والخلود والمجد لشهدائنا الأبرار. دمنا أحرارا ودمتم بخير. النشرة الجوية من قناة شروق، نرحب بكم مشاهدينا. عند تفاصيل أحوال الطقس المرتقبة لظاهرة اليوم إن شاء الله، نرتقب أجواء صافية مشمسة مستقرة على معظم المناطق نتاع بلادنا، ما عدا عبور بعض السحب إن شاء الله راح تكون بدون فعالية، راح المدن الداخلية الشرقية ومنطقة الأوراس. مصلحة الأرصاد الجوية تترقب سماء من مغشات إلى غائمة، نقول ملبدة أحيانا، على كل من منطقة الواحات باتجاه شمال إليزي، تكون مثمرة إن شاء الله ببعض القطرات المتفرقة من حين لآخر نقول محليا. سرعة الرياح تقدر توصل حتى 50 كيلومتر في الساعة على الجنوب، هي اللي تعمل على تطاير الرمال على وسط الصحراء وأقصى الجنوب نتاع بلادنا، والحذر مطلوب لأن الرؤية راح تكون غير واضحة. درجات الحرارة القصوى إن شاء الله لازالت في استقرار، لازالت مدن الداخلية والهضاب العليا تعرف انخفاض في درجة الحرارة، هذا راجع إلى تسرب تيارات شمالية شرقية من البحر الأبيض المتوسط كانت محملة بهواء بارد. 25 درجة على العاصمة شرشال، سيبازا، بومرداس،
ترتفع بدرجة أو بأخرى على كل من دلس 23 درجة على عنبة تحديدا بالسرايدي بجاية جيجل قلاوز كيكدا 24 درجة على أرزي وهران مستغانم تنسو بنيساف نفس المقياس نرتقبه على غيليزان تحديدا بمنطقة مليانة بعند فلاش شلف تقيس حتى الأطلس البوليدي جبل بنشيكا وبالمدية تيزي وزو والبويرة 20 درجة على كل من قسنطينة أم البواقي شلغوم العيد ميلا حتى على سوق هراس نفس المقياس نرتقبه على كل من خشلة باتنا باريكا يقيس طيف تيارة الجلفة حاسي بحبح لغواط وتنخفض 18 درجة على كل من مشرية عين صفراء البيض وسعيدة 24 درجة على منطقة الواحد ككل من ولاد جلال بيبسكرا منطقة البياضة بيوت سوف تقيس حاسي مسعود وحاسي الرمل وتقرت 25 درجة على شمال الصحراء ومنطقة الثورة ككل من منطقة بنيزقن وبونورا بغردايا حتى على بريان زلفانه والمنيعه وحتى باعالي بني ونيف واقلي والعبادله تنخفض ب 24 درجه واحده الى 24 درجه نقول على كل من بني عباس وتاب الباله 32 درجه راح تهم غار جبيلات وحاسي منير بمنطقه تندوف نفس المقياس على اليزي انا مناس برج الحواس 28 درجه على كل من جانات وحتى على عين صالح عين الحجاج تينركوك تيميمون ورقان 27 درجه على ادرار بمنطقه قطوات وأولف 26 على تمن راسات وكأعلى مقياس تحت الدن سجلوه بأقصى الجنوب على برج باجي مختار عين قزام عين أزوات سيمياوين تنزواطين 36 درجة للملاحة والصيد البحري البحر رح يكون شله من جميل إلى قليل الاضطراب على طول الساحل انتع بلدنا وفق رياح من الشرقية إلى شمالية الشرقية تقدر توصل حتى 30 كيلومتر في الساعة اتجاه الموجة الشمالي شرقي ارتفاعها من ضعيف إلى 1 متر والرؤية راح تكون ضئيلة بسبب الضباب مع الصبيحة تتحسن بعد الظهيرة إن شاء الله نختم نشرتنا الجوية بالمعلومات الفلكية اللي تخص العاصمة وضواحيها يوم 31 أكتوبر 2016 الغروب لحين الله راح يكون على 5:52 دقيقة والمواقع الإلكترونية راهي دائما في الخدمة لمزيد من الاستفسارات حول أحوال الطقس